الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالعز والجلال، جل عن كل مثل ومثال، وتعالى عن حكم الفكر والخيال. أحمده سبحانه على كل حال، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، خير من نطق وقال، وعلى جميع أصحابه والآل، صلاة يدوم نفعها في الدنيا ويوم المآل. أمرنا الله تعالى جميعا بتقواه فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمرنا الله تعالى بالقرب منه والاستعداد للقائه فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاللهم اجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازما، ووفقنا للتوبة توفيقا جازما، واقبل صالحنا واغفر لمن كان آثما. وبعد، فيحكي أحد الأمراء أنه ذهب في زيارة إلى مصر، وخرج مع بعض أصدقائه بعد الفجر يتمشى قليلاً، حتى مر بحي فقير جداً، فلمح أحد أصدقائه امرأة سبعينية على وجهها سمت الصلاح وأمارة الحاجة، تحمل فوق رأسها سلة كبيرة من الليمون تبيعه، فأراد الرجل أن يتصدق عليها، فأخرج من جيبه 10,000 جنيه وقال لها: يا حجة، هذه لك. فقالت: لا يا حبيبي، لا لا، مستورة والحمد لله. فتعجب الرجل، لأن عليها أمارات الحاجة والمسكنة، فأراد أن يرفع الحرج عنها، فقال: إن أحدهم خولني أن أنفق هذا المال، ليس مالي. فقالت له، فأبت إباء شديدا، ثم قالت له: إن أردت أن تساعدني فاشتري مني الليمون. فقال لها: إن أردت شراء الليمون كله فكم يبلغ سعره؟ قالت: 50 جنيها. فأخذ من 50 جنيها وأعطاها 50، فشكرته ودعت له. يقول الأمير: وتركتنا جميعا في ذهول وسط هذه السلة الكبيرة من الليمون. فسأل أحدهم: من هذه المرأة؟ فقال الأمير: إنها أغنى امرأة في العالم. وصدق، لأن الإنسان عندما يرضى من قلبه بما قسم الله تعالى له كان أغنى الناس، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض المال وكل ما يتلذذ به في هذه الدنيا من متاعها، وسمي عرضا لأنه يطرأ ويزول، إما أن يزول هو أو نزول نحن عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الغنى، لمن يبحث عن الغنى، الغنى في داخلك، ليس الغنى شيئا حولك تبتغيه، ولكن الغنى في قلبك، الغنى في القلب. إن رضيت بما قسم الله تعالى لك فأنت غني، إن لم ترض وأردت المزيد جشعا فأنت فقير وإن كان عندك الملايين. هذا هو مقياس معرفة الغنى في المنظور النبوي الشريف. ليس معنى ذلك إن عندما نقول أن الغنى أو القناعة هي الرضا بالموجود وعدم التشوف للمفقود، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى، لا يعني هذا أن القناعة تضاد الطموح وتحسين الأحوال. أبو الطيب المتنبي من قديم يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام.
وإلا ده يكون من باب الكسل، لكننا نتحدث عن إنسان أخذ بالأسباب فكان ما قسمه الله تعالى له كفافا فرضي به، أو فوق الكفاف فرضي به. القناعة أيها الإخوة حالة قلبية وجدانية تنشأ من كمال اليقين بالله تعالى. هل يمكن أن ننمي القناعة في قلوبنا حتى نستغني بالموجود عن المفقود؟ والجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لبتغى لهما ثالثا. وهذه طبيعة بشرية، لكنه ختم قوله الشريف بقوله صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، كأنه يقول تستطيع أن تتغلب على هذه الطبيعة البشرية التي جبل الخلق عليها، وتستطيع أن تجد أبوابا من خلالها يمكن أن تنمي القناعة في قلبك. فما هي هذه الأبواب؟ أول باب لتنمية القناعة في القلب اليقين بحكمة الله تعالى وقدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. رزقك مكتوب، لماذا تبتغيه من الحرام؟ لو صبرت قليلا لجاءك بالحلال كما قسم الله تعالى لك. إذا أمنت أن هناك شيء مقسوم ومقدر مع أخذك بالأسباب، يبقى النتيجة الطبيعية فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وإلا لأن القناعة تضاد الجشع والفساد والخداع من أجل تحصيل المزيد، تضاد الاستغراق في جمع الأموال وإن كان من الحرام. لكن الإنسان الذي وثق بقدر الله تعالى وحكمته وقسمته يرضى قلبه بما قسم الله تعالى، فيحقق هذا القلب القناعة فيستغني بهذا عن أموال الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. طب الرزق ما جاش، اتأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم بطآن الرزق أو استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا هو المبدأ الأول. المبدأ الثاني لتنمية القناعة وغنى النفس أن تنظر إلى من هو أسفل منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لما تنظر إلى من هو أقل حالا عندها تستطيع أن تستشعر النعم التي أفاضها الله تعالى عليك. وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة في تنمية القناعة وغنى النفس، وهي الشكر على الموجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها. أحيانا الإنسان يلهث وراء الحرام ليجمع أموالا لن يستمتع هو بها، ليجمع أموالا سيرثها من خلفه وتؤخذ منه كله ويسأل عنها كلها. فما هذا العقل؟ النقطة الأخيرة وهي الابتهال إلى الله تعالى والدعاء أن يرزق الإنسان القناعة وغنى النفس. أقول ما تسمعون وأدعو الله تعالى أن يغفر لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. One of the emirs one day visited Egypt, and after Fajr he went for a walk, and he passed by a very poor neighborhood. One of his friends who were accompanying him saw a lady that looks like a good lady, an old lady, and she looks like a needy one. She was carrying on her head a big basket of lemon that she was selling. So he wanted to help her. He gave her 10,000 Egyptian pounds. She said, "No, Habibi, I do not need it." And he was surprised. He thought maybe this is embarrassing for her. And he said, "This is not my money. Someone entrusted me to give this money out. And I think it should be yours." She said, "No, I do not accept this. But if you really want to help me out, you can buy some lemon." He was amazed at this response. And he said, "If I would like to buy all of the lemons, how much would it cost?" She said, 50 pounds. He said, "My friend took out 50 pounds out of the 10,000 and gave it to her." And she thanked him and made dua for him. And she left. The emir said, "She left us amazed amidst a big basket of lemon." Someone asked, "Who's this lady?" And the emir responded immediately, "This is the richest lady in the world." And he's right, she's the richest lady. Why? Because she has that self-content. She's rich inside. The Prophet ﷺ said, "O son of Adam, be satisfied with what Allah has given you and you will be the richest." And he said, sallallahu alayhi wa sallam, "Laysa al-ghina an kathrat al-arad." Riches is not the abundance of materialistic possessions. Riches is self-satisfaction. And this is a beautiful definition. Are you satisfied with what you have? You're rich. Even if you have $1,000 or few hundred dollars in your account. Are you dissatisfied with what you have? You're poor. Even if you have millions. Riches is within you. It's not outside of you. Riches is being satisfied with what you have. And this does not mean seeking always to improve your condition. You should do the best and use all of the legitimate means to improve your conditions. But once you do, you should be satisfied with what you have. When it comes to contentment, what it actually contradicts is your absolute obsession with collecting money, no matter where it comes from, halal or haram. When it comes to contentment, it's more about being engaged in haram means of acquiring money through deceit and deception. That means you do not have that self-satisfaction. Lack of self-satisfaction means you have lack of self-confidence. That is why some people would go into big debts in order to impress others. Debts that they know they cannot pay off, but they want to seek people's approval. That is a lack of contentment. How can we develop contentment? The first, the Prophet ﷺ did refer to this human nature of the love for acquiring more, and we cannot deny it, but it can be controlled. And he ﷺ referred to these two points. He said, if the son of Adam were given two valleys of gold, he would be interested in having the third. But he sallallahu alayhi wasallam finished that hadith saying, and Allah accepts those who turn to him in repentance. You can overcome this nature and you can develop more gratitude and more contentment. How? The first point is to have trust in Allah's wisdom and in Allah's qismah and division of the arzaq and the provisions. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي. The Holy Spirit inspired in my mind that أَنَّ نَفْسًا لَا تَمُوتْ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا. No soul will die until it
finishes its full term of life, until it gets and consumes its full provision that is decided for it in this life. He said, sallallahu alayhi wa sallam, if this is the case, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Be grateful to Allah and seek your provisions in halal way. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ. Do not let the delayed provision compel you to seek it in haram ways. Because what is with Allah cannot be gained by his disobedience. So this goes back to your mindset. It goes back to how you think. And this will determine if you will be self-satisfied and therefore rich or not. The second is, when it comes to materialistic positions, do not be always interested in comparing yourself to people who are higher than you. After you use all of the regular means of improving your conditions, the Prophet ﷺ said, do not compare yourself to those, he said, compare yourself to those who are inferior to you when it comes to positions of life. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Because when you do so, you will not belittle Allah's blessings on you. And this leads me to the next point, which is being grateful and expressing your gratitude for what you already have. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever wakes up in the morning feeling safe and free of serious diseases and having sufficient food for the day, it's like he's giving the entire pleasures of life. And this is true. But we need to learn not to take things for granted. And the last point is to be engaged in more du'as, that Allah subhanahu wa ta'ala gives you that yaqeen and certainty and that satisfaction. And in this way, you relieve yourself of the worries and the stress and the trap of comparisons with others. والله تعالى أعلم. ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا عن أهله إلا إلى أهله سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.